ما حدث من حي اول الفلازي شيء لا يصدقه العقل البشري. فتلك دورة المياه كانت تعمل وكانت ممتازة، وكانت لما بتعوز حاجة احنا بنجيبها لها. ولكن فوجئنا ان السيد رئيس حي اول الفلازي اداها لشخص لا يمتلك من الامكانيات اي شيء منذ حوالي شهرين ونص من اجل تطوير تلك الدورة. وللاسف الشديد لم يتم تطوير ولا يحتنون، واصبحت الدورة مأوى للروائح الكريهة للفئران والزواحف وكل ما يتخيله ولا يصدقه العقل البشري بسبب الفكر المحدود لحي اول الزقازيق. هي المفروض يا عم طلعت ان دي دورة مياه عمومية. دورة مياه عمومية هي الموجودة في الزقازيق كلها. وازاي السيد رئيس حي اول الزقازيق بدل ما يبحث عن اماكن تانية يعمل ماشي. خلينا استوضح منك نقطة بس، المسؤول او الشخص اللي خد عشان يطورها ده حد من المجلس لا ولا هيبقى استثماري ولا ايه؟ حد شخص خالص راح رئيس الحي قال له انا هطور دوره الميه. واحد جاي يطور دوره الميه يكسرها ويقفلها بهذا الشكل، يعني تطوع شخصي مجتمع مدني يعني شخص لا يمتلك شيء. والناس كلها في الدنيا كلها عارفه انه لا يمتلك شيء، ازاي رئيس حي اول الزقازيق اداها له؟ طب انتوا هل حصل شكاوى؟ هل حصل ان انتوا حصل شكاوى لكل المسؤولين في الشرقيه اصبحوا يعلموا تماما بهذا الموضوع. من شهرين شهرين الباب مقفول والباب مقفول ومتكسره بهذا الوضع، وزي ما احنا شايفين ان في اثار حتى حقن الكلام ده كله والروائح الكريهه كلها زي ما انت شايف التبول، الناس بتخش تتبول هنا والرائحه الكريهه، وانت حضرتك شامم الريحه دلوقتي احنا مش طايقين نقف. وانا مش عارف اين المسؤولين في الشرقيه، انا عايز اعرف دي المفروض يتحاكم ما انت سبب في هذا تلك الكارثه. نشوف احنا المسؤولين فين عم طارق. اشكرك جزيلا.